السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من قناتكم فلود. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على واحد الموضوع ديال الساعه اللي هو شكون غادي يدي 20 مليون، يعني شكون غادي يربح في ستاندر. وباش تعرفوا اكثر بقوا معايا في هذا الفيديو بعد هذا الفاصل القصير. عشرين مليون شكون غادي يديها؟ الاغلبيه فيكم تيقول كحلوش اللي غادي يديها، حيت بعيد على ستاند اب كان اي فيديو كيتلاح فيه سميت كحلوش ولا تصورته في المينياتور بحال كيما غندير انا كيطلع في التوندونس وكيضرب عدد كبير من لي فيوز والمشاهدات. ولكن خاصك تعرف احبيبي المشاهد بلي كحلوش داروا غير طريق باش يروج ليهم البرنامج، لدرجه انه مع تلاح اول فيديو ديال كحلوش في البرنامج طلع الاول في التوندونس. ومن ستاند اب شافت هاد التفاعل الكبير فكرت تخلي كحلوش لاخر البرنامج. فين عمرها كانت اخوتي ستاند اب طلع في طوندونس وباش شافوا بلي هادشي مخدوم مزيان خلاو كحلوش شل فينا باش يبقاو ديما يجيب ليهم المشاهدات. المهم الخوت نرجعوا للموضوع ديالنا واللي هو شكون غادي يدي 20 مليون. الا السبع عندنا طلامط غادي يبقى معنا كحلوش وايوب وكيلي وزكريا ورسام، سمحوا لي الا غلطت فشي سميه. من وجهه النظر ديالي ماشي اللي كيضحك اكثر هو اللي غادي يدي الفلوس، حيت هادشي كامل الخوت كيدور على الفلوس ماشي هو اللي غادي يربح، حيت ماشي لجنه التحكيم هي اللي كتختار، حنا اللي كنختاروا اخوتي وحنا هما اللي كنصوتوا. وبطبيعه الحال اللي عنده اكثر شعبيه واكثر شهره هو اللي غادي يصوتوا عليه الناس واللي هو كحلوش. اذا كحلوش هو اللي غادي يدي برنامج ستاند اب وهو اللي غادي يدي 20 مليون. سو هذه كتبقى غير وجهه النظر ديالي، نقدر نكون خطا نقدر نكون صحيح. سو الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وسبسكرايب وبيس.